حلقتنا اليوم بعنوان عيد الحب وعيد المساخر، وهي روايات تاريخية نرويها لحضراتكم لنعرف أصول هذه الأعياد والاحتفالات التي يقوم بها بعض الناس، وهي أشبه بالأساطير والروايات التاريخية القديمة. فنبدأ ونقول: كان ويا مكان يا سعد يا إكرام، في سالف العصر والأوان وقديم الزمان. قصة كان أبطالها ملك فارس وواحد هو وزير له يسمى هامان، ومنافسه مردخاي، و فتاة تسمى هداسة. قالوا إن اليهود كانوا منتشرين في مملكة فارس بعد ما بختنصر سباهم ونقلهم من أرض الشام وأخذهم إلى أرض العراق وفارس، فانتشروا هناك وكانوا شبه مشتتين في الأرض. وكان للملك حاشية، وكان له وزير يسمى هامان كما تروي القصة. فمردخاي كان من حاشية الملك، ولكن لم يكن من المقربين كهامان. كانت الأسطورة تتحدث أن الصراع يدور بين هامان ومردخاي هذا، فمردخاي احتال لأن يزرع أحد قريباته التي تسمى هداسة في قصر الملك حتى يستخدمها إذا احتاج إليها. كان الملك يجتمع وندمائه في القصر، يسهرون ويسكرون، يشربون الخمور، وفي ذات ليلة وفي مجلسه، وبعد أن أخذته نشوة الخمر، أرسل بعض أتباعه للملكة لكي تأتي وتحضر في هذا الاجتماع. وكانت الملكة شديدة الجمال، فأحب الملك وهو في حالة سكره أن يراها الحاضرون، فأرسل إليها حتى تأتي في وسط الجمع الموجود. وامتنعت الملكة عن الحضور، وتعذرت للملك بأنها لا تستطيع الحضور في وسط هؤلاء السكارى. غضب الحاضرون وهم سكارى أيضا، وأوعزوا للملك أن ينزل بها عقابه، وقالوا: يا أيها الملك، لو تركتها فلن نستطيع أن تكون لنا كلمة على نسائنا. قال الملك: بماذا تشيرون؟ قال: أن تعزلها، وبنات فارس كثيرات، فابعث في المدائن يأتوك بمن تشاء من الجميلات. وقرر الملك ما اجتمع إليه الحاضرون، فعزل الملكة واجتنبها، وأرسل في مدائن فارس يأتوه بالفتيات الأبكار الجميلات. ونفذ الأمر، وأتوا له بالبنات. وكان مردخاي الذي كان يعمل بالقصر يتحين هذه الفرصة، فأرسل لابنة عمه وتسمى هداسة، ودسها بين الفتيات. ذهب بالفتيات إلى قصر النساء ليتجهزن للملك. وكان الملك في كل ليلة يستدعي واحدة منهن، فإذا أعجبته قضى معاها الليل ثم تنصرف. إذا تذكرها أرسل إليها ثانية، وإذا لم تعجبه يأتي بغيرها في الليلة التالية، حتى إذا كانت الليلة
التي وقع فيها الاختيار على هداسة ابنة عم مردخاي، ذهبت في زينتها وذهبت للملك وتوددت وتلطفت، فأعجب بها الملك وشغف بها قلبه وأحبها حتى صار يذكرها. في هذا الوقت صار لهامان الوزير منزلة كبيرة عند الملك، فكان كلما دخل أو خرج من القصر انحنى له جميع من في القصر، ولكن مردخاي كان يكن لهامان البغض والكره. أحس هامان بهذا وذهب للملك في أحد الليالي وقال له: يا أيها الملك، إن في مملكتك شعب لا يدينون بدينك ولا يقيمون شعائرك ولا ينفذون قوانينك. قال الملك: يا هامان، ومن هم؟ قال: هم شعب من اليهود في شتات أرض فارس وفي مملكتك. قال: بماذا تأمر يا هامان، أو ماذا تريد؟ قال: أن نقتلهم جميعا أو نبيدهم كما تقول القصة أو الرواية أو الأسطورة. علم مردخاي وهو من جنس اليهود بما أراد هامان وتحير في الأمر، وأرسل إلى هداسة ابنة عمه في قصر النساء أخبرها بالأمر. قالت له: إن الملك هو الذي يطلب الحريم، ولا نستطيع الذهاب إلى هناك بلا أمر، وإذا ذهبت إحداهن بلا أمر كان مصيرها الإعدام. قال لهداسة: تحيلي لأن يراك الملك. وبالفعل عن طريق الخدم والجواري والغلمان التابعين لهداسة خرجت في يوم في زينتها بدون إذن الملك، وذهبت إلى مجلس الملك ومرت من أمامه ذهابا وإيابا، فرآها الملك وتذكرها فأشار إليها بالحضور، فأتت وأجلسها بجواره ولم يغضب لأنها كانت محبوبة له. جلست هداسة مع الملك وسقته من الخمور وتقربت وتوددت لهامان. فعندما أعجب بها الملك في آخر الليل وأعجبته، قال لها: اطلبي يا هداسة ما تريدين، لك نصف مملكتي إن طلبتي. قالت: لا أطلب شيئا الليلة، ولكن في الغد نجلس ونتسامر حيث يكون الليل، ولكن ابعث إلى هامان. سر هامان بتقريب هداسة له وللملك وذهب وحضر مجلس الملك، ولكنه أراد تنفيذ أمره، فقال للملك: ماذا تفعل يا أيها الملك لتكريم المخلصين إليك؟ قال: أفعل بأن يطاف بهم في المدينة ويشار إليهم أن هؤلاء مخلصين للملك، فبذلك يكرمهم الناس. مالت هداسة على الملك وقالت: إن مردخاي كشف لك عن مؤامرة يحييكها لك بعض الخدم أو بعض الأتباع في القصر، وبالفعل كان من تدبير مردخاي. فبحث الملك ووجد المؤامرة صحيحة وأعدم من تورطوا فيها، وصار لمردخاي قدرا كبيرا عند الملك. وأتى هامان في الليلة الثالثة وهو يأمن جانب هداسة ويأمن جانب الملك. قال له الملك: ذكرت لي يا هامان التكريم للمخلصين. قال: نعم. قال: فاذهب
وخذ مردخاي وطف به في المدينة، فإنه من المخلصين. اغتاظ هامان لذلك، وفي هذه الأثناء أفصحت هداسة للملك عن شخصيتها اليهودية وعن قرابتها لمردخاي، وطلبت من الملك أن يأمر بإلغاء حكم قتل اليهود وأن ينكل بهامان. فأعدم هامان في ليلة موعودة، وفرح اليهود ومردخاي وهداسة بهذا، فاتخذوا هذا اليوم عيد، ووافق هذا العيد عندهم 14 من شهر مارس في كل عام، يحتفل به اليهود في حفلة تنكرية يلبسون فيها باروكات الشعر ويخفون أشكالهم ويمثلون فيها ما يشبه مسرحية عما حدث بينهم وبين هامان، ينزلون فيها اللعنات على هامان هذا ويحتفلون. يأمرهم حاخاماتهم أو رهبانهم بأن يكثروا من الشراب في هذه الليلة، يجتمع فيها النساء والأطفال والشيوخ ويلبسون الملابس التنكرية ويسكرون ويفعلون كل الموبقات في هذه الليلة. فمن أين أتى اسم هذا العيد؟ يسمى هذا العيد عيد المساخر، والمساخر راجع إلى كلمة عبرية بتسمى مسرخوت، ومسرخوت هذه تعني الباروكة التي كانوا يرتدونها لإخفاء أشكالهم، وذلك حتى يختلط الحابل بالنابل ولا تعرف هذه المرأة من تلك، ويقضون هذه الليلة في سكر شديد إلى الصباح، وسمي هذا العيد عيد المساخر نسبة للكلمة العبرية كما قلنا، وهي حفلة تنكرية ما زالت تقام إلى اليوم كل عام في منتصف شهر مارس. نأتي إلى القصة الثانية، وهي ما يسمى بعيد الحب. في كل عام في 14 من شهر فبراير يحتفل العالم الغربي بما يسمى عيد الحب الفالنتاين، وتبعهم في ذلك في الآونة الأخيرة العالم الشرقي والعربي والمسلمون في تقليدهم هذا، ويقولون أنهم يحتفلون بالحب ونشر الحب والود بين الناس. فما أساس هذا الفالنتين؟ أساس الفالنتين، وكما تقول القصة، أنه في قديم الزمان وفي عهد أحد حكام الرومان كانت الحروب مشتعلة، وكان الملك يحتاج إلى لكل الشباب ليجندهم في صفوف جيشه، فأصدر أمرا بمنع الزواج، ونفذ كل المختصين بالتزويج هذا الأمر. وكان تزويج المسيحيين يتم في الكنائس عن طريق القسس، فكان هناك قس يسمى فالنتين خالف الأمر القيصري، وكان يزوج العشاق أو المحبوبين يعني أو ما إلى ذلك في السر، حتى انكشف أمره عند الملك أو القيصر في آخر الأمر، فأمر بإعدام فالنتين. فاتخذ العشاق من هذا اليوم عيدا يحتفلون به بمقتل هذا القس، وأنه كان يساعدهم في عمليات الزواج. ثم تحول الاحتفال شيئا فشيئا إلى احتفال عالمي يقال عنه عيد الحب، ولكن أساسه عيد مسيحي لإحياء ذكرى إعدام فالنتين القس المسيحي الذي خالف أمر القيصر وكان يزوج الناس سرا. وقالوا أيضا إن فالنتين هذا كان جميلا،
وكان معشوقا لكثير أو كثيرات من النساء حتى انكشف أمره وتم إعدامه. فلذلك يتخذ العشاق هذا اليوم للاحتفال ويسمونه الفالنتين دي، ونحن ترجمناه إلى عيد الحب، ولكنه هو عيد فالنتين الذي يحتفلون به في منتصف فبراير من كل عام. إلى أن نلتقي بحضراتكم في حلقة جديدة نحدثكم فيها عن معلومات ثقافية في التاريخ، نستودعكم الله وتقبلوا تحياتي محمد عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.